احنا حريصين على ان احنا المساعدات سواء كانت طبية او انسانية في الوقت الصعب ده تصل الى القطاع. تظل القضية الفلسطينية قضيتنا الاولى والمركزية في قلب وعقل كل عربي. صلاتنا لا تنتهي، احنا بنكلم الجميع، الكل مهتم. عملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي في النهاية، هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. إلى الأرض الفلسطينية.